هدوء حذر يخيم الآن على مخيم عين الحلوة، حيث يعني الاشتباكات ظلت تسمع خلال الليل لكن بشكل متقطع، أصوات الرصاص والقنابل الصاروخية. يمكن القول بأن هذه الليلة مرت بهدوء كما الأيام أو الليالي السابقة. نحن دفنا نعلم بأن حدة الاشتباكات ترتفع خلال النهار أكثر منها في الليل، لكن ليلة أمس كانت يعني يمكن الحديث عن الساعة حوالي الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل بقيت أصوات الفضائح تسمع بشكل كبير، وكنا ما زلنا متواجدين على الأرض أثنائها. عادت وخفت تلك حدة الاشتباكات فجرا، وفي هذه الأثناء يسود المخيم حالة من الهدوء، لكن لا تشير المعطيات على الأرض بأن هذا النهار سيكون نهارا هادئا. الاشتباكات من المتوقع أن تعود وتشتد خلال ساعات الصباح. حلال، إن كنت تسمعين الآن، ماذا عن الجهود السياسية التي تبذل لدرء هذا أو هذه الاشتباكات؟ من الواضح أن جميع الجهود السياسية التي بذلت خلال الجولة الثانية من الاشتباكات التي بدأت مساء الخميس الماضي، ونحن اليوم تقريبا حوالي أسبوع مر على تلك الاشتباكات العنيفة التي شهدها مخيم عين الحلوة، فشلت بالتوصل إلى وقف أو إلى تثبيت لوقف إطلاق النار الذي كانت اتفقت عليها هيئة العمل الفلسطيني المشترك قبل حوالي شهر أو أكثر من الآن. كل الجهود السياسية التي بذلت من يوم الاثنين، أي منذ الاجتماع الذي ضم هيئة العمل الفلسطيني المشترك مع مدير عام الأمن العام بالإنابة، فشل. كان هناك اتفاقا وكانت هناك محاولة جدية لوقف إطلاق النار والعودة إلى مقررات هيئة العمل، لكن على الأرض لم يتغير شيء. أيضا زيارة نائب رئيس حركة حماس إلى لبنان ولقائه بمفد الرئيس محمود عباس والمشرف على الساحة اللبنانية في حركة فتح عزام الأحمد، أيضا صدر من بعده من بعد اللقاء بينهما بيان أكد على ضرورة وقف إطلاق النار وعلى العودة إلى بيانات أو مقررات هيئة العمل، أيضا فشل. وبالأمس عزام الأحمد من السراي الحكومي قال بأن لقاءه مع رئيس حكومة تطريف الأعمال الذي أيضا ضم هذا الاجتماع قائد الجيش ومدير المخابرات اللبناني ومدير عام الأمن العام ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، خرج بقرار هو يدعو لوقف إطلاق النار. كان هذا الموقف عبر السيد عزام الأحمد من السراي الحكومي، لكن على الأرض لم يتبدل شيئا. مباشرة بعد التصريح اندلعت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة واستمرت بشكل عنيف حتى ما بعد منتصف الليل. يمكن القول حتى هذه الساعة بأن كل المحاولات التي تمت خلال الأيام الماضية هي على الأرض فشلت، والاشتباكات ما زالت مستمرة بين الطرفين. أشكرك، شكرا جزيلا لك يا حنان عيسى مراسلة الغد، كنت معنا من محيط مخيم عين الحلوة بصيدا، شكرا.